او بثلاث ايات قران، اللي هيعملهم مش هيتخن ومش هيعيا. ثلاث ايات قرآن. ايات كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اه رجيم اهو، ربنا ما قالش منعه نهائي. ولما تم المنع، تم المنع كنوع من انواع العقاب، تم منع شحوم الحيوانات كنوع من انواع العقاب لقوم معينين. فما فيش منع في الدايت. فاذا اي دكتور يقول لك امنع النشويات امنع الدهون، ده كده من الاول خطا. وهنقول ليه. ساعات تكون الدهون اكثر اهميه من البروتين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اول ايه. الايه الثانيه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اشرب ميه كتير جدا. عطشان مش عطشان اشرب 30 مللي لكل كيلو. الطب اللي بيقول كده عشان تحافظ على الكبد والكليه وتمنع تكوين الحصوات وتخلي القلب يعمل بكفاءه، 30 مللي لكل كيلو. يعني لو واحد 70 كيلو يشرب 2 لتر و100 سنتي. واحد 100 كيلو 3 لتر. الايه الثالثه، وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. اصحى بدري ونام بدري. ايوه. اللي هيعمل دول مش هيتخن، ولو بيعملهم هو بيخس هيخس اسرع ومش هيرجع تاني. روشته حقيقيه وفعليه. بالظبط. اتباع مباشر لثلاث ايات. بالظبط. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. آه. اللي هيعمل دول مش هيعيا اصلا ومش هيتخن، ولو بيعملهم هو بيخس هيحرق. لان زي ما قلنا قبل كده طريقتين بس لفقد الوزن، مفيش طرق ثالثه. ايه هما بقى؟ يقفل بقي واول ما افتحه هتخن تاني، يحرق اللي باكله. الثلاث ايات دول اكتر حاجه تعلي لك حرقك. طب انا